حطت قافلة الاتحاد هذا اليوم بالسوق الشعبي لشطيبو، حيث التف حولها سكان المنطقة ومرتادي السوق، وشرح الدكتور خوج إبراهيم الوضع الغير المطمئن للبلد والمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري، واقترح الحلول للخروج من الأزمة. فرق ما بين الدولة وبين النظام، الدولة تاعنا كاع تاع النظام نظام سياسي، اليوم راه النظام غادي يجي واحد آخر. وحتى البترول كي طاح البترول سيحصلنا. كش من هذه؟ هذه اللي نقول لكم عليها، وين كنت؟ مفروض أنت راك مسؤول أمام الله، أمام الشعب اللي دارك ثما، باش تخطط باش ما توقعش في هذه المشكلة. عندك الفوسفات، عندك اليورانيوم. أي اليورانيوم يا أخي ترى احنا عندنا اليورانيوم 230 في العقار. راهي فرنسا تديه من ثما، من ديك الجهة فما تديه، مش تاعنا، تدي تاع النيجر. مقابلنا غير ثما، مقابلنا في النيجر، مقابلنا في المالي. ويدو وراهم يديروا لي سنترال ويديروا لا تريسينتي تاعهم بهذاك 80% تاع التريسينتي تاعهم يديروها من اليورانيوم هذا تاع النووي. هي اللي درنا احنا، درنا النووي باش غدوه لا قدر الله تكون عندنا مشكل في البترول والغاز نديروها البديل. لم تقتصر الكلمة على ممثلي الاتحاد فقط، فقد أبى أحد الحضور إلا أن يشهد شهادة حق من خلال متابعته لكلمة الدكتور ومقارنتها مع خطابات بقية الأحزاب. أنا ما نعرفش السي خوجة وما يعرفنيش وما نعرفش الإخوة، والله على ذلك شهيد. اللي زاد فرحني أكثر وهو أن لما قلت لهم لما الإنسان يبغي ينتخب لازم يعرف المستوى، يعرف المستوى تاع هذا الانسان اللي راح ينتخب عليه. ماهوش اي واحد، ما يعرفش حتى يكون جمله، وغدوه راح يتلاقى مع ناس في المستوى، علماء، دكاتره، حقوقيين كذا، ويبقى يشوف فيهم. ورانا نشوفهم الان في المجلس الشعبي الوطني ما يعرفوش يتكلموا، ما يعرفوش يهضروا، ما يعرفوش يدافعوا، ما يدافعوش على الناس، ما يدافعوش على حقوقهم، غير ساكت. كاين ناس معينين هما اللي يتكلموا في بلاصتهم. ولهذا الشكر كثير لما تطرقت لهذا الموضوع، وطلب من الاخوه كل المواطنين انهم مش غير يروح يحط ويرفد، شوف شكون هذا، من هذا اللي راح تربده انت وتحطه في الصندوق؟ هذا راح يمثلك؟ ما يمثلكش. انا شفت له البارح عاوتاني واحد بركي لا مستوى ولا اي شيء، والله يحشمه لما توقف حدا تحشم لما تسمع ذاك الكلام، تاريخ وش بلادي والاباء القادرين. هذا الشعب راه يطلب متطلبات نتاعو الان، باغي ينقد نفسه وينقد ولاده وينقد كذا، راه رانا عايشين في مستوى. شكرا على كل حال. ولا وكما العاده نشطت فرقه العروه الوثقه التجمع وسط تجاوب من الجمهور. فوقوا يا ناس، رقم 9 هو الأساس. في الأخير استمع متصدر القائمة رقم 9 إلى انشغالات المواطنين وحثهم على ضرورة الانتخاب وبقوة للمساهمة في الحد من الأزمة الراهنة. نهضة معنانة بنا، اتحاد العز والوفاء.